وتحصيلها. أيها الحفل الكريم، أيها المشاركون الأعزاء، أتمنى أن يكون جمعكم هذا جمعاً مباركاً، وأن تكون فوائده جمة، وإني لعلى ثقة من أنكم قادرون بخبرتكم وعلمكم ودرايتكم على التوصل إلى نتائج جيدة في هذا اليوم العلمي، وإلى تبادل هذه الخبرات واكتسابها من وجودكم في هذا الحرم الجامعي، وإلى تجويد عمل التمريض في هذا الوطن الغالي. وفقكم الله في كل خطواتكم، وحفظ الله الأردن الغالي وطناً آمناً مطمئناً بقيادته الهاشمية وراعي مسيرته صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين. السلام عليكم. أشكر رئيس الجامعة على هذه الكلمة وعلى دعمه المتواصل لجميع نشاطات كلية التمريض المنهجية واللامنهجية. أما الآن فليتفضل رئيس الجامعة لتوزيع الدروع على أعضاء الهيئة التدريسية القادة في مهنة التمريض الذين سيتحدثون في هذا اليوم، وهم الأستاذ الدكتورة فتحية أبو مغلي، فليتفضل. دكتورة ليلى أخو زهية، دكتورة بشرى العايز، السيد محمد أبو حميد، دكتور أحمد الدهني، دكتور نضال أبو عيشة، استراحة قصيرة لمدة 15 دقيقة وبعدها نعود للمسرح. أرجو الالتزام بالوقت ويعطيكم ألف عافية.